أهلا بكم من جديد. في عام 2017 تم إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهدف الأساسي لهذا الجهاز هو تقديم كل الخدمات والتسهيلات للشباب اللي بتؤهلهم لعمل مشروع جديد، بداية كده من الفكرة ووصولا لنجاح هذا المشروع وممكن كمان يوصل للتصدير. الحقيقة هو فكرة بناء رجل أعمال شاب، كل اللي عنده طموح يبقى رجل أعمال شاب الفقرة دي له. برحب بدكتور محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليكم. منورنا. طيب أولا الفرق بقى بين المشروع الصغير ومتناهي الصغر والمتوسط. طيب يعني خلينا نقول احنا في أول مرة في مصر يبقى عندنا تعريف قانوني للمشروعات الصغيرة ومشروعات المتناهية الصغر والمشروعات المتوسطة، يعني الفرق اللي هقوله ده بقى في إطار قانوني. زمان كان كل جهة في مصر بتتعامل مع هذه المشروعات كل واحد حسب طريقته، كان يعني البنوك بتشتغل بتعريف، الجهاز وقتها كان بيشتغل بتعريف، هيئة الرقابة المالية بتشتغل بتعريف، لحد ما جه هذا القانون كان رقم 152 لسنة 2020 ووحد كل هذه التعريفات. يمكن دي أهم وأول ميزة في هذا القانون. القانون اللي بيحدد المشروعات المتناهية الصغر اللي حجم عملها لحد 1,000,000 جنيه أو اللي لسه بتبدأ اللي رأس مالها لحد 50,000 جنيه. المشروعات الصغيرة اللي حجم عملها من 1,000,000 ل50,000,000 جنيه دي اسمها مشروعات صغيرة. المشروعات المتوسطة هي اللي حجم عملها من 50,000,000 ل200,000,000. هذا التعريف تعريف عصري يتناسب مع التعريفات الموجودة في العالم كله، داخل فيها كذا معيار، داخل فيها بفرق ما بين المشروعات الصناعية وغير الصناعية، المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة. كمان في ميزة كبيرة جدا وممكن يتغير مع التغيرات الاقتصادية المختلفة، يعني لو حصل أي طارئ اقتصادي أو أي تأثير اقتصادي قد يؤثر على مثل هذه التعريفات، من حق رئيس الوزراء باعتباره هو رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات. دكتور أنا عايزة الكلام الصغير اللي الناس اللي بتشوفنا دلوقتي تفهمه، يعني واحد دلوقتي بيقول أنا أروح أعمل فرن، والله ده بيتقال كده، اروح اعمل فرن، طب هيتكلف كام؟ فالناس عايزه تعرف هي تبدا ازاي، تشتغل ازاي، تعمل ازاي، تقدم ازاي، يعني كل واحد عنده فكره. يعني في مجموعه من السوبر ماركت اللي في الفتره الاخيره معموله، مجموعه من الشباب اتجمعوا مع بعض وعملوا ونجحوا. كل شاب عايز دلوقتي يبقى عنده فكره ويعملها، يبدا ازاي؟ بمناسبه السؤال ده خلينا اكلم الناس بلغه الناس. ايوه احنا في مصر كل الناس نفسها تعمل مشروع، وانا منهم والله. ودايما هتلاقي اصحاب الرغبه في اقامه مشروع نوعين. النوع الاولاني نفسه يعمل مشروع ومش عارف يعمل ايه، ما عندوش فكره محدده يعملها، والنوع الثاني عنده فكره بس مش عارف يبدا ازاي. الجهاز صمم مجموعه من البرامج يتعامل مع النوع ده ومع النوع ده، ودي بدايه خط تعاملنا مع الراغبين في اقامه مشروعات في مصر. النوع الاولاني اللي ما عندوش اي فكره خالص بس نفسه يبقى صاحب مشروع. اولا احنا لازم نقيس هو ينفع يبقى صاحب مشروع ولا لا. مش كل الناس تنفع تدير مشروع، فبنخضعه لبرنامج تدريبي بنحدد فيه السمات الاساسيه اللي ممكن نقول فيها انت ينفع تبقى صاحب مشروع وكمل. وفي نفس البرنامج ده اسمه ولد فكرتك، بنحاول معاه عن طريق خبراته مؤهلاته الدراسيه حتى المحيطين بيه من قرايبه كده نولد فكره او اتنين يصلحوا للتطبيق مع بيئته، مع المكان اللي هو عايش فيه. النوع ده من الناس اللي عنده رغبه في اقامه مشروع ما عندوش فكره وولد فكره في البرنامج ده، مع النوع التاني اللي عنده فكره محدده هو يعني دارسها بشكل مبدئي وعايز بقى يبدا خطوات تنفيذيه، بنخضعهم لبرنامج تاني اسمه كيف تبدا مشروع. في البرنامج ده بقى بيتعلم كل تفاصيل ممكنه عن هذا المشروع، بيتعلم فيه الدراسه التسويقيه عن المشروع عشان يعرف الفجوه اللي هيبدا منها في السوق بتاعه عامله ازاي، يعني يتعلم الدراسه الفنيه والدراسه الانتاجيه، الدراسه الماليه واحتياجاته من تمويل، حتى الاجراءات القانونيه اللي ممكن يحتاجها عشان يبدا قانون يبدا مشروع. بمجرد انه يخلص هذا البرنامج اصبح معاه ملف كامل عن كل ما له علاقه بهذه الفكره، ويبقى قادر ان هو يروح بيها لاي جهه تمويل، سواء هو محتاج تمويل يروح للبنوك او يروح لجهاز تنميه المشروعات يديله تمويل، او اذا كان معاه يعني تمويل ذاتي يبدا بيه هذا المشروع. ففي البدايه كده بقول بدعو الشباب اللي عنده فكره يروح لجهاز تنميه المشروعات، اللي نفسه يعمل مشروع وعايز يشوف هو ينفع يعمل مشروع ولا لا، او عايز يوصل لفكره معينه يروح لجهاز تنميه المشروعات. عندهم هيلقى جوه الفرع هيلاقي اللي يساعده ويوصله الى البرنامج التدريبي المناسب ليه. يعني فكره ان واحد يصحى من النوم انا عايز اعمل مشروع ويتجمع مع اصحابه، لا ده بلاش، يعني ده تهور. طبعا احنا بس يهمنا في الاول يبقى في جديه، يعني انا نفسي الشباب اللي يتقدم عشان يعمل مشروع يبقى عنده الجديه. طول ما هو عنده الجديه هيلاقي جهاز وراه. عشان كده انا بدعو الشباب، انت مستني ايه؟ هتفضل قاعد مستني؟ لا، ما حدش هيساعدك، لازم انت تتحرك وتروح وتشوف. الدوله النهارده
بتعمل حاجات كتير قوي لمساعدة الشباب في إطار العمل الحر. الجهاز ده أحد هذه الآليات منذ إنشاءه في 2017 زي ما حضرتك أشرتي، وإحنا صممنا مجموعة خدمات تتناسب مع كل أصناف الراغبين في إقامة مشروعات. اللي أنا قلته ده أول بداية التعامل مع الراغبين في إقامة مشروع، ثم تأتي بعد ذلك المشكلة الأكبر. هيلاقي دايما يقول لك أنا ما أعرفش أطلع ورق للمشروع، ما أعرفش أروح ألف على 100 جهة حكومية عشان أطلع بيبقى الألم الضرايب، وبيبقى الألم يعني الضرائب حاجات كتير، والألم إن هو معهوش فلوس كافية تكفي مشروع وإنه يخسر بالضبط. القلق من الخسارة دي مشكلة فظيعة، وأنا أعرف ناس بصراحة خسرت كتير. ده طبيعي، هو البيزنس ريسك في الاول وفي الاخر هو ريسك او مخاطره. المخاطره دي اهم حاجه تبقى مدروسه، طول ما هي مدروسه طول ما هيبقى في خطوات امان جوه المشروع. انتوا بتامنوا الناس. اسمحي لي نطلع بتقرير في يعني القاء الضوء كده على بعض النماذج اللي نجحت من خلال الجهاز، ونرجع نكمل مع حضرتك. جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه يواصل دعمه لاصحاب الصناعات والحرف المختلفه. خالد أحد أصحاب المشاريع التي تعمل في مجال صناعة مستلزمات الإضاءة الليد الموفرة للطاقة، وفي 2021 اتخذ الجهاز قبلة له لتمويل المشروع ليحقق بعد ذلك نجاحات انعكست أصداؤها بزيادة الطلب على منتجاته في الأسواق. الجهاز فرق معايا في السبورت للدهون، يعني اداني مبلغ كويس، وبعدين كمان في الجهاز في تدريب، في مؤتمرات على طول. طبعا في معارض بيدونا مثلا للمعارض خصم مهول يوصل ل 75% على المساحه. انا اشتركت في المعرض بتاع تراثنا برضو عن طريقهم. المساحه اللي انا خدتها مش كبيره قوي، بس طبعا بمبلغ لا يذكر لو انا دخلت بالمعرض بالطريقه العاديه. عمليه الانتاج لا تتعدى بضع دقائق، بدايه من التصنيع والتجميع الى ان يخرج المنتج المصنع بشكله النهائي للجمهور. ديت بنجيبها بنجمعها بنقطعها بنحط لها مراحل الازير في البدايه. مراحل سهله يعني، وسهله للناس اللي شغاله هنا بتتعلم بسرعه. يعني زي دي مثلا الازير دوت اللحام دوت، باخد البنتين بتوعه، وبعد كده بيخش مرحله ثانيه اللي هو مرحله السلكين، وبعد كده بيجيب الجسم اللي هو بتاع اللمبه يبقى يتدفي مع الدوايا. حاجه سهله يعني ان شاء الله. والله فرص عمل جيده جدا، والمشروع ده فتح مجال كويس جدا للشباب ان هم يشتغلوا. اغلبيه الشغل حاليا بندور على الحاجات المودرن اكتر، حاجات الاضاءه اللي هي بتبقى زي اللمبادرات دي، اكتر حاجه حديثه نازله. الايات القرانيه اللي هي بتبقى ايه قرانيه في النص في ساعه، المرايات المضيئه اللي هي بيبقى ظهرها ليد، دي اكتر حاجات مطلوبه وسعرها في متناول الجميع. يعني دور كبير يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في تمويل أي فكرة أو مشروع يمتلكه شاب يبدأ خطواته الأولى في حياته العملية والمهنية. ومن هنا يعمل الجهاز على تنفيذ توجيهات الدولة بتوفير التمويلات اللازمة لتحقيق هذه الأفكار التي تسهم بشكل كبير في التنوع الصناعي في مصر، ويحقق الريادة المستقبلية في الجمهورية الجديدة. ده من ضمن المشروعات الحقيقه اللي نجحت. مشروعات لمبات الليد ده بيتعمل ازاي وبيتكلف كام؟ ده ممكن يتعمل على اكتر من مستوى. يعني ده مشروع من المشروعات اللي واخده قرض من جهاز تنميه المشروعات في محافظه القاهره، معمول في المنطقه الصناعيه. ممكن يبدا ب 300,000-400,000 جنيه لحد اكتر من مليون جنيه. فمن المشروعات الجيده، سوقها كويس يعني. بدايه والربح الفكره بيبقى بسرعه. بدايه الفكره طبعا ان هو عنده فجوه في السوق. السوق المصري بينتقل من اللمبات العاديه الى اللمبات الليد، وبالتالي هنا الفرصه كانت موجوده، فرصه دخول سوق جديد عليه طلب، حجم طلب كبير. ده اللي كنا بنقوله من شويه بقى، وهو في الدراسه بتاعته في البدايه بيقدر يحدد الفجوه التسويقيه اللي هيدخل بيها، يلاقي نفسه سوق. وطول ما السوق لسه محتاج، طول ما احنا ممكن نمول مشروعات في هذا الاطار. فطبعا ده من المشروعات الهائله اللي الجهاز نجح يمولها. موجود منها عدد من المشروعات متمولة في القاهره وفي محافظات كمان في الصعيد وبحري. فدي من الافكار الجيده عندنا. من الافكار دي عدد كبير. احنا نجحنا ندرس مجموعه من المشروعات اللي ممكن تكون مناسبه للسوق المصري. وصلنا تقريبا ل 300 فكره اساسيه، فكره مشروع صممنا ليها دراسات استرشاديه. يعني بنعمل كل المقومات بتاعه الدراسه بالتفصيل لتتناسب مع اماكن محدده، والمدراسات دي لها ملخصات. الملخص ده عباره عن ورقتين موجودين حاليا على منصه المشروعات الصغيره. كل مشروع مرتبط بالمكان. كل مش طبعا. طبعا يعني انت عارفه هنا في مصر كل محافظه تشتهر باشياء.
الأكثر من ده يمكن في حياة كريمة وجدنا الأكثر من ذلك، وجدنا أن كل قرية في مصر أو مجموعة كرة بتشتهر بأنشطة ومزايا تنافسية غير الأخرى، فده مهم جدا أن أنت تلاقي المشروع اللي تعمليه يبقى له المواد الخام بتاعته موجودة، العمالة سواء العمالة العادية أو العمالة المهارة أو نصف مهارة تبقى موجودة، ده بيسر أو بيسهل كتير جدا من فرصة نجاح المشروع. الدراسات دي أنا بقول للشباب اللي عايز يشوف نوعيات كتيرة من المشروعات سواء المشروعات الصناعية أو التجارية أو الخدمية كل أصنافها هتلاقيها موجودة على منصة المشروعات الصغيرة. منصة المشروعات الصغيرة يعمل سيرش على جوجل هيلاقي موجود المنصة، هيلاقي فيها كل الدراسات دي موجودة عشان يشوف الدراسة التفصيلية. احنا ما بنسيبش الشباب يشوفوا دراسة تفصيلية لوحدهم. حضرتك بتقدموا دراسات مجانية، دراسات ومفتوحة كده للناس دي، الدراسة دي بتبقى بفلوس؟ الدراسة دي عبارة عن ملخص مكون من ورقتين اتنين، بيحدد النوع اللي هو عايزه، دراسة المشروع الفلاني او المشروع الاعلاني، ويروح بقى فرع الجهاز برضو مجانا يطلع على كل الدراسة التفصيلية. بس هنا احنا بنستفيد بان في واحد متخصص قاعد بيشرح له الدراسة عشان ما يروحش الشاب من نفسه ينفذ الدراسة بدون وعي او بدون دراسة كافية فيقوم يخسر زي ما حضرتك اشرت من شوية. هو لما يروح الفرع ويقعد مع مختص ويشرح له التفاصيل الممكنة ويبدأ يعمل يعني موائمة للفكرة بتاعته على المكان المتاح، يعني ممكن الدراسة تكون معمولة على مساحة 500 متر وهو كل المتاح لديه 100 متر، فيبدأ يفكر تفكير بديل او يصغر حجم الدراسة بحيث تتناسب مع ال 100 متر، فلازم يقعد مع متخصص. هذه الدراسات متاحة بالتفصيل لدى فروع الجهاز، وانا بقول للناس اللي عايز يعرف فرع الجهاز الاقرب ليه، احنا عندنا 33 فرع على مستوى الجمهوريه، يتصل برقم الخط الساخن 16733 يعرف اقرب فرع ليه ويتوجه له ويلاقي كل الدعم. وتاني بقول له ما تستناش، روح مش هتخسر حاجه، روح وشوف وجرب، جايز تلاقي في مكسب كويس. وانا بقول له مهما يكن الانتظار عشان تتوظف مش هيكسبك، مهما كان هناك لا ما خلاص بقى فكره قديم، لا ده كله عايز يعمل مشروع دلوقتي. بس المشكله ان في بعض الناس بتعمل مشروعات وبتخسر، يعني في واحد بيعمل مطعم يخسر وفي واحد يعمل مطعم يكسب. وارد، ايه المعايير؟ وارد دراسه المشروع، الدراسه الجيده للمشروع هي بتؤدي من البدايه الى النجاح. يعني احنا ساعات كتير قوي جالنا شباب انا عايز كارد، عايز كارد تعمل بيه، هعمل بيه المشروع الفلاني، عايز كارد كام؟ عايز كارد 2 مليون جنيه. لما تقعدي بقى تدرسي مع المشروع بالتفصيل تلاقي المشروع الصح او البدايه الصح له مثلا انه ياخد قرض عباره عن 300000 جنيه بس ويبدا تدريجي بعد كده. ففكره ان هو يبقى عايز يعمل وخلاص، عايز يبقى معاه فلوس ويعمل مشروع كبير وهو مش درسه الدراسه الكافيه، دي بتؤدي مما لا يدع مجال الشك للفشل. لكن الدراسه البدايه التدريجيه من ناحيه، الدراسه المتانيه لكل جوانب المشروع من ناحيه اخرى، دي يعني بيخلي نسبه نجاح المشروع نسبة كبيرة. وفي الآخر هي مخاطرة، العمل في العمل الخاص في كل الحالات هو مخاطرة، المخاطرة المحسوبة تؤدي إلى نجاح. الأفضل أن يكون لوحده ولا معايا شركة؟ إحنا ما عندناش شرط أن هو يبقى لوحده أو معاه شركة. طبعا في حالة أن هو يبقى معاه شركة وموزعين الشغل عليهم دي الحالة المثلى، أن يبقى واحد متخصص في التسويق واحد متخصص في الإنتاج، طبعا دي بتبقى حالة مثلى. لكن لو هو مشروع فردي وبيحتاج معاه حد فني ممكن يجيب مدير فني جوه المشروع يدير النشاط لو هو ما كانش فني. لو كان هو شخص واحد ويقدر يدير النشاط من الناحيه الفنيه يبقى ما عندناش مانع ان هو يبقى منشأة فردية. في بعض الشباب بيحبوا يعملوا اللي هي العربيات المتنقله او ان هو عربيه اكل او مشروبات، وما شاء الله بتفتح معاهم بتتحول بقى لمحلات. الفكره دي بتبقى ازاي او بتقدموها للشباب ازاي؟ هل بيبقى نوع معين من الشباب اللي بيقدر يعني يتواكب مع الافكار دي؟ هي طبعا اي شاب ممكن يعمل فكره زي دي بس يكون عنده الجرأة ويكون عنده مهنه كمان يعرف يشتغلها كويس في هذه العربات. يعني انا اعرف واحد يا دكتور والله عمل عربيه قهوه يعني ما شاء الله عليه دلوقتي، يعني طبعا هو كان بيشتغل في بنك مبدئيا، يعني كان بيشتغل عامل بسيط، دلوقتي هم كلهم بيروحوا له العربيه. فكره العمل الحر بشكل عام يعني فكره ممتعه ومربحه جدا. النوع ده من المشروعات العربيات المتنقله له قانون اصلا لوحده اسمه قانون الوحدات الطعام المتنقله، بيتم تنفيذه. احنا حاليا بننسق عشان نعمل مبادره كبيره على مستوى عدد من المحافظات للوحدات المتنقله، وحدات الطعام المتنقله. الاساس فيها بيبقى تحديد مكان. اهم نجاح اهم نقطه نجاح لهذا المشروع مكان اللي هيتحط فيه وحده الطعام المتنقله. وانتوا بتساعدوهم برده في ده؟ احنا بنساعد طبعا في ده، يكون مكان عليه زحمه، عليه يعني له جمهور، له زبون يعني بالبلدي، يكون له زبون. دايما كانت بتقابل الناس مشاكل ان الحي مش هيسيبه يقف او الوحده المحليه المعنيه مش هتسيبه يقف. النهارده في تنسيق بيتم ما بين
جهاز تنمية المشروعات، ووزارة الشباب ووزارة التنمية المحلية باعتبارها جهاز يعني صاحبة الأصل، صاحبة الاختصاص في هذا المشروع، عشان نحدد أماكن متميزة يكون ما يبقاش فيها تكرارية، بحيث يقفوا جنب بعض بنفس المنتجات تفشل الفكرة، لا يبقى في نوع من التناسق. أهم حاجة يكون شاب برضو زي ما قلت من شوية جد وعنده فكرة يعرف يبيعها، يعني النهاردة هيقف عنده عربية هيبيع فيها إيه، لازم يكون بيقدم حاجة مميزة، منتج مختلف عن اللي جنبه، يعني مختلف عن اللي جنبه، يكملوا بعض، واحد بيبيع مأكولات وباحد تاني جنبيه بيبيع مشروبات، فتقوم العملية يبقى فيها نوع من أنواع التكامل. هل دي نفس الأفكار اللي بتطبق في حياة كريمة ولا في اختلاف؟ حياة كريمة موضوع مختلف شوية باعتبار إن احنا بنتكلم عن الريف المصري، يعني حياة كريمة احنا في المرحلة الأولى من حياة كريمة اللي أطلقها فخامة الرئيس، بنتكلم على 1413 قرية في مصر، في 52 مركز في 20 محافظة. دورنا كجهاز في هذه المبادرة احنا مسؤولين عن محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. مش هينفع كل المشروعات العملاقة تتم جوه القرى، من رصف طرق وصرف صحي ومرافق عامة بتتعمل في القرى دي وما يبقاش فيه فرصة عمل، يبقى احنا ما وصلناش لهدف الأسمى. عشان نوفر حياة كريمة للمواطن المواطن المصري العزيز علينا في الريف المصري لازم يبقى فيه فرصة عمل. عشان كده احنا بالتعاون مع شركاء التنمية الموجودين معنا في لجنة التنمية الاقتصادية ومعنا 10 وزارات المعنيين بالتنمية الاقتصادية، يعني نزلنا 1413 قرية، درسنا كل قرية على حدة، حددنا المزايا التنافسية اللي موجودة في هذه القرية، وقلنا نوعية المشروعات اللي ممكن تتم داخل هذه القرى، وصممنا برضو دراسات جدوى خاصة بهذه القرى، وبدأنا فعلا ننتشر وبالعربيات المتنقلة بتاعة الجهاز بفرق العمل بنروح جوه القرى ونقدم الخدمات بتاعتنا. الحمد لله يمكن في الفترة اللي فاتت والقليلة نجحنا ان احنا نمول حوالي 29,000 مشروع في هذه القرى، دخلنا فيها حوالي 760 مليون جنيه في الأشهر القليلة الماضية. مشروعات كلها ناجحة؟ كلها مشروعات ناجحة، مشروعات فيها ميزة كبيرة جدا، نسبة المرأة فيها المشروعات اللي بتمتلكها المرأة تعدي 40%، فده بتختلف المشروعات نجاح. الخاصة بالمرأة عن المشروعات الخاصة بالرجل ولا عادي؟ كإجراءات طبعا مفيش فرق، احنا من مبدأ المساواة. لا يعني مثلا لو جات لك فتاة بتقدم لها مشروعات معينة غير الولد او الرجل؟ احنا طبعا مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة من القضايا اللي بتهم الجهاز، ودايما يعني حريص ان هو يمكن المرأة اقتصاديا بان احنا نشوف نوعية مشروعات تتناسب مع المرأة. ولكن المرأة الجادة اللي عندها استعداد تعمل مشروع أقوى من الرجل ما عندناش مانع، وبنمولها وبندعمها بكل وسائل الشخصية الدعم. بتفرق يعني. طبعا يعني الإدارة هنا ما بتفرقش من رجل أو ست، هي نظام إدارة المشروع واحد في كل الحالات يعني. هو طبعا أكيد الموضوعات دي مهمة جدا، وناس كتير قوي الحقيقة مهتمية أو إنها تعرف، بس الحقيقة وقتنا خلص للأسف. إن شاء الله نستكمل يعني هذا اللقاء برضو في أوقات أخرى، لأن في أسئلة كتير قوي في هذا الملف. فبشكرك دكتور محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نورتنا يا فندم. شكرا. وبشكركم مشاهدينا، أتمنى تكون كل الاستفسارات اللي حضرتكم بعتوها لنا نكون أجبنا على معظم هذه التساؤلات، وتكون بقى بجد تصحى كده أي شاب بيشوفنا دلوقتي يروح على طول على أي فرع لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشوف هو عايز يعمل إيه، فكرته إيه، لأن الأفكار العشوائية ما بتأديش إلى أرباح، بتأدي إلى خسائر. لكن دايما لما تبقى في حد بيوجهك للصح، دايما في حد بيدعمك بيقولك على الطريق الصح، بيقولك على المكان الصح، هو ده اللي بيخليك تبدأ صح. ودايما الواحد لما بيبدأ بطريقة صحيحة بينجح إن شاء الله. بشكركم وأعود ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في صدى جديد مع رانيا هاشم. إلى اللقاء.